السلام عليكم. المتحدث معكم ماجي فاروق، ساكن بحي العزم بتنس ولاية جلف. أنا ساكن في محلات الرئيس كما راكم تشوفوا هنايا. نحلوا الباب بسم الله. عندي واحد المشكل، راني عاني محلات الرئيس، راني حليت الباب بس كما راكم تدخل. شوف، مرحبا بك خويا، تفضل. السلام عليكم. تفضل خويا، تشوف بعينك. أنا راني نعاني معاناة مزرية، هذا منه حوش ومنه كوزينة كما راكم تشوفوا، حاشاك وحاشا قدركم. ها طوالات ما فيهاش حمام، باب ما فيهاش باب كيما البيبان. ها فيها ريجا، وهذه كوزينه، شو هذه كوزينه اللي متاع خبز. ها سله طوالات مع الكوزينه، يعني هذه طوالات مع الكوزينه يطيبوا هنايا. شوف راهم يطيبوا، ها المعي تاعي الكوزينه. شوف باش مغطيه بالكوفرطه، كوفرطا هنايا، الدود يطيح، الريش، الوسخ، الحبوبات، طومبات، حاشاكم كل حاجة هنا كاينة. المواعين شوفوا وين يغسلوهم المواعين. ها ما عنديش مامبا كوزينة كيما الناس، ها وين يغسلو المواعين كيما راكم تشوفوا. أروحو ندخلوكم من الداخل. عندي البيبان يتلاقاو في زوج، ها الباب تاع البراني تاع الكراج يتلاقى مع الباب تاع البلاستيك، هذا ما باب تاع، ها ماهوش حتى باب تاع بلاستيك كيما راكم تشوفوا. يتلاقاو، اروح تشوف احبابيك بلا ما الباب تشوفه، لكن ادخل تشوف. السلام عليكم. شوف التهويه ما كاش، التهويه والله ما تسعى. درجه الحراره في الصيف هنايا ديباسي 60 ديغري، اللي ما عندوش قلبه كبير والله ما يبات دقيقه هنايا. الشتا بارد لا كلاص، وفي الصيف ولادي مرضوا لي كلمه تلو. شوف منين نبداها، شوف عامل لي متزوج، متزوج متزوج، وعندي ربع بنات، ثلاث بنات، وعندي طفل حاشاكم عضات طومبا. هاي باين وفد، هاي باين وفد، او عبد العزيز زاد لي الزوج، زاد لي 2015 وتوفى لي عضات حاشاكم طومبا في احد المحلات، في احد المحلات. هذا ديسا ايام، هذا المحل ديسا ايام اللي ساكن فيه. هاني زاناليز، هاني زاناليز، هاني زاناليز حاشاكم. ها شوف الطومبا كيما قلت لك، ها هذه لفعة كانت حية، هاي ابري كيف تلفها. شو شوفوا المخدة تاعي تاع الميليتي هاي، ها من كل رحلة نضرب تصويرة. هاي بنتي شوفت معايا مسكينة، ها بكري هذي. والتهوية هنا ما كاش كيما راكم تشوفوا، حاجة ما تصلحش في الدار، حاجة ما تصلحش. ريحة الواد في الصيف نعاني، في الشتاء قاسي، راني من 2012 كيما هكا، من 2012 ملي تزوجت وانا نشوفي المرتين، مازال ما فرحتش كيما يفرحوا الناس، مازال ما لقيتش في بيت مع ولادي نقيا. والله العظيم اللي نقعد غير في الكراجات، والله عندي راس تلفزيون ليس ما عندي والو، تواقي ما فيش. ريحة الميديتي ما تجيش لواد، يجي هنا عندي ما يجيبش لواد. وانت داير ملف في الساكن؟ 2009 من 2009، وروحت للولايه ودخلت عند الامينه العامه اللي كان دانير مو في ولايه غيريزان، ودخلت عندها وقالت لي نعاملك الله غالب، ما في الساعه ما كان والو، ما بان والو. انا نتمنى ان شاء الله، وكما يقول لك من صامم قلبي، رانا نوجه للرساله، نوجهها للوالي في خاطر ذاك الملك لعل وعسى يشفع فيك يوم القيامه. اللي مات لي شوف لي حل، استرني مع بناتي، راني شوف لي هذه ماهيش حاله. انا لحقت لهالدرجه بكيت بالدموع، استروني مع وليداتي الله يجزيكم الخير، استروني مع وليداتي، ما ندمتش انا كنت فاكر وليدي كيما كان بدنا نبكي، الله غالب، استروني مع وليداتي، راني نشوف لي. اللي جا لهنا ثنين ان شاء الله، السي راح يقيس لي قشي برا، وين نروح؟ وين نروح؟ انا انسان رياضي، ما نسال سكنه كيما الناس، ما عندي كوزينه، ما عندي حاجه كيما طوالات، ما نجمت، ما نجمت هذا العيش هذه، ما نجمت. يا نمار، مرتي ماهيش هنايا عندي ثلاث شهور، بالشهر ما نشوف ولادي، هاي وين معلقنا التشويره تاعها في الفريج تاعي، على ما نشوفهاش مسكينه، يشوفها قدام التجيله. ها هذه حالة هذه. انا نتمنى ان شاء الله الرساله تاعي توصل سيدي الوالي في اقرب وقت، اجلا عاجلا يشوف لي حل. انا ما نجمتش، انا ثاني راني برا نقيمش بزاف عليا، 17 رحله بزاف. انسان رياضي، مرتي كانت رياضيه بزاف،